بعد تلقي عدد من العروض، هل تؤيد رحيل زيزو عن الزمالك في نهاية الموسم؟ رحيل زيزو، أنا شايف إن زيزو بصراحة لعيب حلو، ووجوده في الزمالك فارق معهم كتير، يعني مع إن أنا أهلاوي بس أنا بصراحة معجب بلعبه، وأتمنى فعلاً إنه يبقى ليه صفقة مع الأهلي أو كده. أنا بأيد إنه يكون مع الزمالك لمدة موسم أو اتنين، ولحد ما يجي عرض كويس لزيزو، ويكون عرض أوروبي. يعني أنا نفسي أشوف زيزو في الدوري الإنجليزي، نفسي أشوف الدوري الفرنسي، يكون عرض يليق بيه، لأن هو لعيب من أمهر وأحرف اللعيبة اللي جت في مصر في لا حاليا الفترة دي لا ما عيدوش جدا بصراحة، فارق جدا مع الفرقة، يعني لعيب مهم. 80% من خطورة نادي الزمالك بتبقى عن طريق أحمد سيد زيزو، فما عيدش خالص فكرة الرحيل دلوقتي حاليا كده في الوقت ده، ما عيداش خالص. لا طبعا هو لعيب حلو برضه، بيعرف يلعب، لعيب جامد. أي شخص إن احنا نشتريه للأهلي أحسن. رحيله هل سيؤثر على الزمالك، وممكن يكون مين البديل؟ يؤثر على الزمالك؟ ايوه، مين البديل دي بقى بصراحه يعني مش عارف، ممكن الزمالك يعمل صفقات حلوه برضو، بس ما اعتقدش برضو ان هيمشي او هيكون لي سبب ان هو من حضر بصراحه. يعني الزمالك كله دلوقتي تيم ورك جامد جدا، هيأثر بس مش هيأثر جامد. يعني شفنا مثلا بن شرقي رحل عن الزمالك وما أثرش، شفنا مثلا فرجاني برضو ما أثرش، هيكون له تأثير بس مش هيكون قوي قوي. دلوقتي برضو في حالة الرحيل مش هيأثر جامد قوي، يعني شفنا أشرف بن شرقي برضو كان 50% من خطورة الزمالك، ولما رحل عن الفرقة برضو ما الفرقة ما تأثرتش جامد. لا يعني عادي، زيزو لعيب كويس، يعني هو مستحيل اللي هو يلعب بعيد عن الزمالك، يعني بس أنا كأهلاوي يعني هو لعيب كويس يعني. لا طبعا مش حلو ان زيزو يمشي، وصعب ان هو يمشي ان شاء الله، ومش هيمشي بامر الله، لانه هو دلوقتي اهم لاعب في الزمالك بجد. يعني نعم عايزين يقول الاهلي، عايزين زيزو في الاهلي، مستوى زيزو ينفع في الاهلي، وينفع الاهلي كتير، وهو هينفع لزيزو حتى عالميا هينفعه كتير، فمحتاجين زيزو في الاهلي طبعا اكيد. وفي بن شرقي ممكن مش عارف بصراحه، بس هو بيعرف يلعب برضه لعيب، الدين بتاعه مش عارف بصراحه، لكن اكيد طبعا يعني هو من ناحيه اللي هو يعني عنده مهاري، وفي نفس الوقت بيلعب في الزمالك، بيلعب في المركز بتاعه، بيأدي فيه اكتر من اللازم يعني. هيأثر، فلا ملوش بديل، مع ان كنا بنقول على بن شرقي ان هو هيبقى ليه بديل وبتاع، بن شرقي الحمد لله يعني بقى في بديل ليه كتير الحمد لله، لكن زيزو لا. بالتاكيد هيسعى الزمالك، ان زيزو يعتبر نص الفريق، يعني مستواه يعني زيزو جدا ممتاز جدا، فهو حتى زيزو ممكن كمان يحترف بره يعني، فمستوى زيزو هيأثر كتير على الزمالك، لو غاب عن الزمالك هيأثر كتير طبعا. يأثر كتير طبعا، هم ما بيلعبوش الا بيه اصلا.